مشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم وصباحنا مصري. والحقيقه ان هيئه التصنيع او الهيئه العربيه للتصنيع بتعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انها تفضل انها يبقى في جهد متواصل واعمال جاريه لفكره التصنيع وزياده التصنيع المحلي، نسب تصنيع المحلي. وبنتكلم عن توطين الصناعه، بنتكلم عن توطين التكنولوجي، ولو اتكلمنا عن التصنيع تحديدا في مجال الخاص بالسكك الحديديه فده مصر محتاجه انها تعمل فيه يعني مجهود كبير جدا علشان نقدر نوصل للمستهدف واللي احنا عايزينه في هذه الفتره، بالتزامن طبعا مع احداث بنشوفها، بالتزامن مع احتياجات بنشوفها في الوقت الراهن، مع اتفاقات وعقود بيتم ابرامها لاستيراد عربات قطارات سكك حديديه. مصر الحقيقه في هذا المجال تحديدا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فكره السكك الحديديه او قطاع السكك الحديديه من القطاعات اللي بتريها الدوله اهتمام كبير. نعرف مزيد من التفاصيل من خلال لقائنا مع اللواء مهندس اسماعيل النجدي رئيس مجلس اداره مصنع سيماف لمهمات السكك الحديديه. برحب بحضرتك معانا يا فندم، صباح الخير. احنا بدانا منين ووصلنا لفين؟ والله مصنع سيماف ده مصنع مش جديد خالص. صحيح. شغال من سنه 57. ده المصنع الوحيد اللي في الشرق الاوسط وتاني مصنع في قاره افريقيا كلها في صناعات السكك الحديديه. تمام. المصنع دوت يصل عمره حاليا الى حوالي 65 سنه. كل السكك الحديديه العربيات البضاعه بانواعها مختلفه، كل عربيات الركاب بدرجاتها المختلفه، عربيات التوليد القوى اللي في السكة الحديد بالكامل، مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة اللي شغالين في القاهرة حاليا، كل ده خارج من مصنع سيماف. ده ملخص بسيط جدا عن خارج مصنع سيماف. طب ما هو المواطن هيتساءل دلوقتي لأن احنا بنسمع عن فكرة عقد صفقات لاستيراد عربات قطار سكك حديدية وعملتها وزارة النقل ووصلت منها مراحل، هل ده احتياجات يعني أخرى زيادة عن إنتاجنا؟ احنا بننتج بس هذا الإنتاج مش بيكفي ولا إيه؟ لأن الناس هتسأل هذا السؤال. هو حقيقي انت حضرتك قلت في المقدمه جمله هي لخصت الموضوع كله. حقيقي القياده السياسيه النهارده من الوعي والادراك انها تعمق وتوطن الصناعه المحليه في صحيح. مجال السكه الحديد بالذات. كان الكلام ده فكر قديم، وكان السياسه ديت ماشيه ان احنا نستورد من بره. احنا النهارده عندنا من التعميق الصناعي ان احنا ممكن ننتج حتى 80% من عربيه السكه الحديد من مصنع سيماف. وده المصنع الوحيد اللي في مصر، وزي ما قلت لحضرتك في الشرق الاوسط. المصنع دوت في 1500 عامل. المصنع ده بيشتغل وراه مش اقل من 360 مورد ومصنع محلي. يعني انا بيعمل في صناعه السكه الحديد مش ال 1500 عامل، لا ده انا بيعمل عندي من 40 ل 50 ألف عامل في مجال صناعات السكة الحديد. اللي هي فكرة الصناعات المكملة أو صناعات الفرضية. بالظبط. دي صناعة تقيلة، ودي صناعة طالما تقيلة فهي قاطرة لصناعات صغيرة متوسطة كتيرة جدا بتشتغل معاها. احنا بنشتغل معانا في مجال الحديد والصلب، ومجال المسمار اللي احنا بنستخدمه. صحيح. اللحام وسلك اللحام ومهمات اللحام بالكامل، الميكنة دي كلها، الدخلي بتاع عربية السكة الحديد تتخيليه، الفايبر والكراسي والإضاءة والدورات المية اللي في القطرة المسافات الطويلة، كل دي صناعات محلية، كل دي مصنعات معانا ورانا زي لينا زي ما بنقول. لو اسمح لي يعني مصنع خمسينات، يعني احنا بنتكلم في يعني مصنع له تاريخ واستمر مع عمليات التحديث والتطوير، لان الحقيقه مجال السكك الحديديه حتى على مستوى العالم هو بيتطور، يعني زيه زي مجال صناعه السيارات. يعني اكيد ان كمان صناعه السكك يعني عربات السكك الحديديه هي كمان بتشهد تطوير. مراحل التطوير في مصنع سيماف. والله مصنع سيماف ده تعرض للبيع أكثر من مرة في خصخصة الحمد لله. حقيقي اللي أنقذته سياسة الدولة برضه، وكانت قوات مسلحة والهيئة العربية للتصنيع ليها الفضل إنها لحقت المصنع ده قبل ما يتخصص ويتباع. المصنع دوت تملكه الهيئة العربية للتصنيع من سنة 2004. لم تمتد بقوة يد التطوير للمصنع
طوال هذه الفترة طوال عمره. النهاردة بقالنا ما يقرب من سنة احنا حقيقي معنا الست فريع منعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جاي بفكر تغيير التكنولوجيا بالكامل اللي موجودة في المصنع. احنا فكرة التطوير والتغيير ابتديناه مشوار طويل وابتديناه، ومتابع من القيادة السياسية شخصيا سيادة الرئيس بنفسه بيتابع والسيد رئيس الوزراء بيتابع تطوير مصنع سيماف. احنا التطوير عندنا ماشي على 4 محاور رئيسية. احنا بنتطور مكن بجميع الميكنة، دخلنا التكنولوجيا اللي في العالم في احدث مصانع العالم. احنا الشبكات والمرافق والمنشآت بالكامل بنغيرها، دخلنا الاي تي بالكامل. النهارده الميكنه والرقمنه بقت في المصنع. النهارده العنصر الاهم من ده كله هو العنصر البشري، الفنيين والمهندسين النهارده بنعيد تاهيلهم وتدريبهم عشان يتمشى مع التطور الموجود في المصنع. النهارده احنا بننقل الصناعه نقله حضاريه تتماشى مع اللي في العالم كله. النهارده احنا الغرض من التطوير ايه؟ احنا عندنا هدفين رئيسيين. احنا نغير معدل الانتاج في المصنع من 300 عربية سكة حديد انواع في السنة الى 1000 عربية في السنة، وبنغير مقاييس ومعايير الجودة عشان نصل للمعايير العالمية في مجال الجودة. احنا بنسعى لاننا نحصل على شهادة وهي شهادة الجودة العالمية في صناعات السكة الحديد في العالم اسمها ايريس. احنا بحصلنا على شهادة الايريس في نهاية التطوير ان شاء الله، احنا قادرين نغزو اي دولة ندخل فيها في صناعات السكة الحديد في العالم. احنا النهاردة بندرس ان احنا ندخل في باكستان، ندرس ندخل في بنجلاديش، افريقيا جنبينا محتاجة صناعات السكة الحديد بالكامل. فده الغرض من التطوير حقيقي، واخد مننا فلوس ومتابع من على اعلى مستوى في الدولة. انما الحقيقة احنا قاطعين في شوط كويس قوي، وما تخيلش اكتر من 3 4 شهور كمان هننتهي من التطوير ده بالكامل. طب احنا قلنا من 2004 وهو تابع للهيئه العربيه للتصنيع، العمل بدا في التطوير والتحديث زي ما حضرتك قلت احنا بقالنا سنه. سنه وصلنا للي حضرتك بتتكلم عنه، ان احنا بننتج دلوقتي 300 عربه. ده المعدل القديم. ده القديم. النهارده بننتج قد ايه من في المصنع؟ بوصول المعدات ان شاء الله، لان المعدات بتيجي بمعدلات توريد مختلفه. ان شاء الله على قبل نهايه السنه هنكون وصلنا لمعدلات ال 1000 عربيه في السنة. على فكرة هو ده مش معدلات أو مطالب السوق المحلي. أنت عارفة حضرتك الصناعة الثقيلة السكة الحديد دي الإقبال عليها بطيء. طبعًا. وما عندناش غير زبونين اتنين في مصر. السكة الحديد هيئة القومية للسكة الحديد مصر، وعندنا المترو الأنفاق. كنا بنشتغل برضه في الترام، احنا جميع الترام اللي كان في القاهرة واسكندرية كان بيطلع من عندنا. طبعًا الترام خلص، في وسائل نقل حديثة بتدخل مصر إن شاء الله هندخل فيها. المطالب زي ما بقول لحضرتك مش كتير، أنت عندك زبون وزبونين. ما عندكيش سوق مفتوح. لا، احنا بالتطوير ده بنتطلع إن احنا نخرج بره حدود مصر. احنا نهتم بالتصدير ان شاء الله. النقطة المهمة اللي برضو بتلفت الانتباه ان احنا فكرة ان حوادث القطارات اللي احنا بنشوفها ما شفناش مرة ان التحقيقات اسفرت مثلا انها عن عيوب في الصناعة، ودي تلفت الانتباه. يعني لا، يعني احنا المفروض ان مثلا ما بيحصل اي حاجه يقول لك لا ده عيب مثلا في كذا، عيب في لا ده ما حصلش في حوادث القطارات. ايه احنا يعني هو خير طبعا، احنا مش الخشب. هو خير نمسك الخشب، هو مش عايز احكي يعني فعلا. وفخر المصنع السماف ان لم تكن في تاريخ حوادث السكه الحديد، وحقيقي هو تاريخ طويل وكتير حوادث السكه الحديد، لم تكن هناك حادثه واحده بسبب الصراع. قد تكون بسبب التشغيل، بسبب سوء استخدام، بسبب أي حاجة، إلا أنها تكون حادثة تصنيع. وده يعني من الفخر، وده يدل على منتج على درجة عالية من الجودة والأمان والسلامة والمتانة اللي بنديه للسكة الحديد. مصانع الهيئة العربية للتصنيع عموما الحقيقة ليها مصداقية عند المواطن المصري يمكن من الخمسينات زي ما حضرتك قلت، سواء في كل الحقيقه انواع يعني السلع اللي بيتم انتاجها عن طريق الهيئه العربيه للتصنيع، ويمكن كانت هي الوحيده في الخمسينات اللي بتنتج اصلا. يعني بتهيألي بيوتنا كلها عند يعني امهاتنا وابائنا واجدادنا كانت كل المنتجات الهيئه العربيه للتصنيع او المصانع الخاصه بي اللي كانت موجوده. فكره الخبرات اللي موجوده، انا عندي خبرات،
بس زي ما كمان لفت انتباهي ان حضرتك بتقول ان انا عندي 1500 عامل، فكره التدريب على التكنولوجيا الحديثه والحاجات المتطوره ومواكبه العصر بتعملوا ايه علشان بالاضافه للخبره الكبيره دي فكره بقى المتابعه للاحداث او للاحدث للعالم؟ هو حضرتك طرقت نقطة مهمة جدا، الهيئة العربية للتصنيع هي منشأة من سنة 75، وأنا مصنع السيماف هو أحد مصانعها، يعني النهاردة تجاوز مصانعها ال 14 شركة ومصنع. الهيئة العربية للتصنيع النهاردة هي أكبر قاعدة صناعية في مصر. الهيئة العربية للتصنيع ما بتشتغلش في مجال السكة الحديد لوحدها، ده أحد المجالات اللي بنشتغل فيها. احنا بنتكلم على القطاع المدني، ما بنتكلمش على القطاعات العسكريه اللي صحيح. في الهيئه لو اتكلمنا على القطاعات المدنيه في الالكترونيات وفي السيارات وفي السكه الحديد وفي المستلزمات الطبيه وفي البيئه وفي، احنا بنتكلم في منظومه متكامله للصناعه في مصر، هي قائده الصناعه في مصر النهارده. كتدريب وتاهيل لكوادر فنيه بتشتغل في شركات ومصانع الهيئه العربيه للتصنيع، لا ده على اعلى مستوى عندنا النهارده، اكاديميه فنيه هسميها هندسيه موجوده على مستوى الجهاز التنفيذي للهيئه العربيه للتصنيع، بالاضافه لما هو موجود في الشركات والمصانع. احنا عندنا مراكز تدريب جوه المصانع وجوه الشركات، ودي سياسه العالم المتحضر في تاهيل وتخريج الكوادر الفنيه اللي بيحتاجها في شغله. النهارده احدث، وده توجيه حقيقي احنا واخدينه كلنا كرؤساء شركات، احنا بالتطوير بنجيب احدث مكن في العالم، احنا ما بنسترخصش. انت هتشوفي حضرتك المكنه دي ممكن تلاقيها في الصين وممكن تلاقيها في المانيا وممكن تلاقيها في اماكن كتيره، احنا بننقي مش الارخص، احنا بنلاقي الاعلى فنيا والاعلى جوده والاعلى انتاج، وده بيكلفنا كتير حقيقي، بس ده بيساعدك انك تطلعي منتج له مواصفات عالمية تقدر تروح بيها أي حتة وقلب الجامعة. التدريب عندنا احنا بننقي كوادرنا من المدارس الفنية والمدارس الصناعية ومن كليات الهندسة والمعاهد اللي بتخرج فنيين على أعلى مستوى، بيدخلوا في دورات تأهيل وتدريب على نوعية الشغل اللي هيشتغلوا جوه المصانع، بالإضافة لنقل الخبرات من الأجيال القديمة اللي موجود عندنا. احنا على فكرة ما بنطلعش حد معاش، احنا الكوادر الفنية عندنا دي خبرات نادرة، خبرات احنا كلنا محتاجينها ومحتاجينها للملاحظة وللإشراف ولنقل الخبرة للأجيال الجديدة، كل ده هتلاقيه في مصانع الهيئة العربية للتصنيع. ده نقل الخبرة مع وجود شباب موجود، وفكرة زي ما حضرتك قلت لي ان احنا مش بن يعني مش بنختار الارخص علشان الامكانيات، مش سياسة، مش السياسة، لكن السياسة ان احنا بنختار الافضل والاحسن حتى لو كان سعره اكتر. والحقيقة دي دايما التوجهات اللي احنا بنشوفها من الرئيس، في فكرة ان احنا لا يعني هاتوا الافضل وهاتوا الاحسن دايما علشان نفضل. مجال السكك الحديديه يعني زي ما حضرتك قلت ربما هو يعني الزبون لو استخدمنا هذا التعبير هو قطاع السكك او هيئه السكك الحديديه ومترو الانفاق، لكن الحقيقه الاثنين في يعني قطاعين في منتهى الحيويه لان هما باتصال مباشر مع المواطن. مع فكره تطوير السكك الحديديه فاحنا في احتياج لزياده الانتاج زي ما حضرتك بتقول، عشان كمان نقلل من الاستيراد بقى من الخارج، لان واضح ان الدوله انتهجت السياسه بالتوازي ان انا اضخ يعني كميات الاول بحيث ان انا احسن الاداء شويه الى لحد ما اقف على رجلي في عمليه التصنيع. الخطط المتبعه زمنيا، لان كمان احنا تعودنا على ده من سيادته ان احنا واحنا بنتكلم لا احنا عارفين احنا هنعمل ايه، مستهدفين ايه يا فندم وممكن نوصل امتى؟ انا هقول لسيادتك خبرتي في الحته دي، انا سابق ليا كنت احد الوظائف اللي انا توليتها كنت رئيس الهيئه القوميه للانفاق، وكنت المسؤول عن مصر. هاجي على الانفاق دلوقتي على مترو الانفاق، كنت رئيس الهيئه وكنت احد مسؤولياتي هو مشروع مترو الانفاق. انا هقول لك في الحته دي، انا في لقاء مع سياده الرئيس مرة قاعد بيدخل في تفاصيل جامدة جدا في الحوار حقيقي، وحب يفهم الدنيا ماشية ازاي في مشروع مترو الأنفاق. ولما شرحت له مكنة حفر الأنفاق وده قدس الأقداس في صناعة مشروع مترو الأنفاق، ولما عرف ان الشركات الأجنبية هي اللي بتدير عملية الحفر لمشروع مترو الأنفاق للمشروع، قال لي انتهى الزمن ده، صح احنا هنشتري مكاننا
كان تملي الشركات الاجنبيه بتجيب المكنه حفر الانفاق. المكنه حفر الانفاق ده موضوع طويل قوي. المكنه طولها 300 متر، المكنه وزنها 180 طن، حاجه ضخمه جدا، وبتشتغل على عمق 30 متر تحت الارض، فحاجه صعبه جدا. لما جينا نحفر قناه السويس للزواج بتاع قناه السويس، قال لي لا، ولا مترو الانفاق ولا قناه السويس، احنا هنشتري مكاننا وهندرب ناسنا، مفيش حاجه اسمها شركات اجنبيه تجيلنا، محتاج خبره. هات خبره، هات لك 3 4 5 10 خبره يقعدوا مع الناس ويدربوا الناس وهيشتغلوا معاك سنه سنتين. انما اسمنا وطننا صناعه الانفاق في مصر. صحيح. ونجحنا، وكانت اول تجربه حقيقيه المرحله الثالثه من المترو في الخط الثالث، اللي هي المرحله الرابعه اللي هي بتاعه مدينه السلام، واللي حاليا شغاله المرحله الثالثه من الخط الثالث بتاع الزمالك. وعندنا قناة السويس اللي اتعملت كلها بايد مصريه وبمكن تملكه مصر. ده كان يؤكد اللي حضرتك بتقوليه، ده نقل الخبره من الاجانب، ده تعميق الصناعه الوطنيه، تاهيل الكوادر الفنيه. احنا ما بقناش نخاف، احنا كنا الاول المكنه ديت يعني كانت ما بنقربلهاش. لا، النهارده مهندسينا وشبابنا هم اللي بيدروها، هم اللي قايمين على المشروع النهارده. شوفي كم خبير موجود، مش هتلاقي. النهارده بقى عندنا القدره الحمد لله في شركات المقاولات الوطنيه الكبيره اللي بتقود حركه التعمير في مصر النهارده، حاجه مشرفه، حاجه حقيقي احنا سعداء. واحنا عندنا كمان في مصنع سماف دلوقتي كل الايدي والخبرات مصريه. ده حقيقه. هو يمكن احنا عشان التطوير وعشان محتاجين احنا طبعا زرنا مصانع ومن الحاجات اللي احنا شفناها ان احنا رحنا شفنا المصانع بره بتشتغل ازاي. انا حتى البرازيل رحتها، شفنا الدنيا ماشيه ازاي في اوروبا، في الصين، احنا شفنا الدنيا ماشيه ازاي. استعنا بمكتب استشاري موجود معانا اجنبي كندي عشان مراحل التطوير ويشرف عليها، والحمد لله احنا بنطلع منتج هيبقى من احدث المصانع في الشرق الاوسط مش في مصر بس. يا رب يا فندم، احنا يعني بنتمنى والله يعني كل التوفيق، وبجد زي ما انا قلت الهيئه العربيه للتصنيع، وطبعا مصنع سماف اللي بيقوم بالمهمات الخاصه للسكك الحديديه دي مهمه وطنيه قوميه في ظل الظروف اللي مصر بتعيشها. انا بشكر حضرتك جدا وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. يبقى لنا لقاءات ثانيه ونتابع التطوير. الافتتاح ان شاء الله. خلاص يا فندم، ان شاء الله باذن الله شرف لينا. سياده اللواء مهندس اسماعيل النجدي، رئيس مجلس اداره مصنع سماف لمهمات السكك الحديديه، شكرا. شكرا. كل سنة وحضرتك.